بصباح الخير بنقدم معلومات طبية ممكن يكون كتير ناس إن كان قبل الكارثة كارثة الزلزال أو بعدها بحبوا يعرفوا معلومات طبية ولكن لا يتأكدوا يروحوا عند دكتور أو لا بحاجة لتوجيه. بنقدم لكم هاي الميزة ببرنامجنا. الخميس الماضي بتاريخ 14 شباط كان اليوم العالمي للتشوهات الخلقية القلبية، وبحسب منظمة الصحة العالمية كل عام يتم ولادة حوالي 1% من الأطفال بجميع العالم عندهم عيب خلقي قلبي خطير يمكن أن يؤثر على صحتهم مستقبلاً. تماماً، وله سبب بيتم تتبع العيوب الخلقية بدقة وجمع البيانات وتحليلها كخطوة أولى بالوقاية منها. ممكن أنه تؤدي لفهم الأسباب المحتملة لحدوثها، وممكن يكون في توصيات للمساعدة بمنعها. ضيفنا اليوم الدكتور طلال السعدي الاختصاصي في الجراحة القلبية، رح بيخبرنا أكثر عن موضوع التشوهات الخلقية وتحديداً القلبية عند الأطفال. مرحبا دكتور، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك دكتور، مهمة جدا المعلومات اللي حناخدها من حضرتك اليوم. بداية، شو أبرز التشوهات الخلقية يلي ممكن يولد الجنين فيها بحالة ممكن تكون مفسرة أو غير مفسرة؟ هلأ بالنسبة لموضوع التشوهات الخلقية اللي حضرتك حكيتها، أنا بس حابب أحكي كمقدمة، يعني تعتبر التشوهات القلبية الخلقية القلبية من أشياء التشوهات. في كتير تشوهات ممكن تصيب الطفل، لكن تعد التشوهات القلبية من أشياعها، وبتكون أحياناً تشوهات يعني لوحدها أو مشتركة مع تشوهات قلبية أخرى في سياق تشوهات قلبية، في سياق تشوهات ومشاكل خلقية أخرى. مثل ما تفضلت حضرتك، ممكن تصل نسبتها 1% من المواليد الأحياء، وطبعا نسبتها اعلى بكثير عند الاجنة المتوفين، يعني ممكن يكون كثير من الاحيان هي سبب لوفاه الاجنة وحدوث الاجهاض. فنسبتها عند الاجنة المتوفات يعني الاسقاطات هي اعلى من نسبتها عند المواليد الاحياء. تقريبا بالعالم موجود حاليا ما يقرب من 50 مليون انسان عندهم تشوهات خلقيه قلبيه، وبيقولوا انه بعض الدراسات انه مسؤوله عن وفيات بحدود 300 الف انسان سنويا بحول العالم. شو ابرز هالتشوهات؟ ابرز التشوهات هلا طبعا كابرز اهم التشوهات اذا قلنا هي الفتحه بين الاذينتين والقناه الشريانيه. طبعا حتى يعني نفهم ككلمه تشوهات الخلقيه القلبيه، القلب جهاز معقد، اربع حجرات وفي حجابين واربع صمامات، ومربوط بشبكه من الشرايين والاورده بتوصل الدم وبترجعه للجسم، شبكة معقدة. طبعا بيبدأ تطورها باليوم تقريبا 15 من الحياة الجنينية، بيبدأ تطورها بالبداية باليوم 28 بيكون أنبوب بينبض، بعدين هالأنبوب بتطرأ عليه حركات وانقسامات ودورانات حتى يكتمل بالنهاية ويصير هالجهاز الوعائي الدوراني بالشكل اللي هو موجود. هلأ أي خلل بأي مرحلة من حدوث هذا التطور بالحياة الجنينية بيؤدي لمشكلة بالقلب، وأي خلل على أي مستوى من مستويات القلب، مستوى الصمامات ولا مستوى الحجاب بين الأذينتين ولا البطينين ولا مستوى تطور أحد البطينين أو إحدى الأذينتين أو الشرايين الكبرى التي تخرج، كل هذا بيؤدي إلى حدوث تشوه معين. بس أنت حضرتك كان سؤالك أنه ما هو أشعها؟ أشعها هي بقاء الفتحة بين الأذينتين. هل هي بالأساس في فتحة طبيعية بين الأذينتين موجودة بالحياة الجنينية يجب أن تغلق؟ هي يجب أن تنغلق عند الولادة، لكن لسبب من الأسباب لا تنغلق عفوياً. فهي بتتطور بتشكل تقريباً 20% من إجمالي التشوهات الخلقية القلبية. إذا لسبب من الأسباب ما انغلقت هالفتحة اسمها الثقبة البيضية، هل هي بتكون أساسية لحياة الجنين لكن بعد ولادة تفقد دورها، ما بيعد لدور. هلأ بقاء هالثقبة البيضية هي واحد من أشياء التشوهات. أوكي. ممكن تصل نسبته 20%. أيضاً القناة الشريانية هل هي وعاء طبيعي بالحياة الجنينية ولا بد من وجوده حتى يعيش الجنين، كمان هذا الوعاء يجب أن ينغلق مع الصرخات الأولى لحياة الطفل. إذا بقيت القناة الشريانية أيضا تعد واحد من أشياء التشوهات الخلقية القلبية. تمام. طيب دكتور، في أسباب أكيد وعوامل يمكن بتمارسها المرأة الحامل أو عوامل وراثية بتؤدي لظهور هي التشوهات الخلقية، خلينا نحكي عن هدول الأسباب قبل ما نحكي عن الأعراض وطرق العلاج منها. شو هي الأسباب اللي بتخلي يصير في عنا فتحة بالقلب أو تشوهات في قلب الجنين أو الطفل؟ هلا الأسباب كتير واسعة، تبدأ بالأسباب الوراثية اللي لها علاقة بخلل بالمورثات والجينات.
هي أسباب طبعا خارجة عن عن عن, عن إرادتنا. وفي أشياء أخرى لها علاقة بنفسها بالمرأة الحامل، يعني مثلا موضوع تناول الكحول، الإكثار من التدخين خلال فترة الحمل، هذا مسؤول عن بعض التشوهات الخلقية، الإصابة بالحصبة الألمانية وبعض الآفات، بعض الآفات الالتهابية خاصة آفات الحميات يعني الفيروسات، ممكن يؤدي للتشوهات خلقية قلبية. إذا الأم عندها داء سكري وهالداء السكري مو مضبوط بشكل جيد، قد أيضا يزيد من التشوهات الخلقية القلبية. السمنة المفرطة جدا عند الحامل ممكن أيضا تساعد على حدوث التشوهات الخلقية. أحيانا عوز بعض المواد الغذائية مثل فقر الدم الشديد، عوز حمض الفوليك، ممكن هذا يكون مسؤول عن التشوهات الخلقية القلبية. لذلك بنلاحظ أنه كل أطباء نسائية بيعطوا النساء بشكل عام كلهم ببداية الحمل حمض الفوليك، وبيعطون أيضا الحديد، لأنه لاحظوا أنه يعني فقر الدم وخاصة عوز حمض الفوليك بيترافق مع تشوهات أعلى. أحيانا عند الذكور إذا كان الأب يتناول الكحول بشكل مفرط فهذا بيتناسب مع حدوث تشوهات خلقية عند أبنائه، قلبية عند أبنائه. بعض المتلازمات الخلقية مثل متلازمة داون اللي بيقولوا لها منغولية تترافق مع نسبة تشوهات قلبية أخرى. التنازور مارفان اللي عندهم طول ويعني تنازر خلقي معروف أيضا بترافق مع تشوهات خلقية. ففي طيف واسع جدا بدءا من الأسباب الوراثية، التعرض للإشعاعات، بعض الأدوية اللي ممكن تتناولها الحامل بشكل خاطئ. لذلك لا يفضل بالأشهر الثلاثة الأولى أنه الحامل تتناول أي أدوية دون استشارة الطبيب إلا إذا كان، وأدوية كمان خاصة اللي لازم تكون تأخذ الأدوية اللي تأثيراتها الجنينية. ففي عندك طيف واسع بدءا من التأثيرات بالأم إلى التأثيرات الوراثية. خلينا نحكي عن الفتحة بين الأذينتين دكتور طلال. بعض الدكاترة أنا بسمع بقول تركها بتسكر لحالها، في هيك شيء؟ طبعا هلأ الفتحة بين الأذينتين ممكن أن تنقلق عفويا بالعام الأول أو حتى أحيانا العام الثاني من الحياة. هلأ وفي نقطة هامة أنه مو كل تشوه قلبي، كل تشوه قلبي يقتضي العلاج الدوائي، يعني يجب أن يكون هذا التشوه بيأثر على وظيفة القلب، هي نقطة أولى، أو أنه قد يحدث من وراءه مشكلة مستقبلية تؤثر على عمل القلب أو على عمل القلب. شو المشكلة اللي ممكن تصير؟ يعني مثلا إذا كانت الفتحة صغيرة، فتحة بين صغيرة ما حتؤدي لزيادة جريان بالرئتين ولن تؤدي إلى مشاكل. فهون في اختلاف أنه هل تغلق أو لا تغلق هذه الفتحة، لأنه في خطورة من إجراء عمل جراحي أو قسطرة وإغلاقها. فهون إذا كانت الفتحة صغيرة فقد تترك للمراقبة. هلأ بكتير فتحات مثل ما حكيت أنت حضرتك، هي بقاء الثقب البيضية اللي بتأدي لفتحة بين أذينتين، هي الفتحة إذا كانت عم يراقبها الطبيب وحجمها صغير ولا تؤدي لزيادة جريان ولا تؤدي إلى ارتفاع ضغط رئوي، فهي ممكن خلال العام الأول أو العام الثاني من الحياة أنه تنغلق. لكن هذا بصير أحيانا إهمال، أنه قال لهم الطبيب أنه بتنغلق لوحدها فبتركوها الأهل دون مراقبة فبتأتي بحجم كبير. أيضا بعض الفتحات بين البطينين، بعض أنواعها خاصة أنواع العضلية أو حتى الأنواع الغشائية، هاي الفتحة ممكن أيضا تصير بأحد الطريقين، يا إما بتحافظ على حجمها وبتؤدي لمشكلة بالقلب وتضخم بالقلب وارتفاع ضغط رئوي، أو أنه بصير ضخامة عضلية حولها بالتدريج وبتؤدي بالتالي لإنغلاقها أو لتحولها إلى فتحة صغيرة محدودة الحجم محدودة الجريان. أحيانا بينما حواليها نسيج ليفي أيضا بصير محدودة الجريان، فما بيعود في حاجة هون لإجراء جراحة قلبية لإغلاقها. بس المعيار الأساسي هو أنه مراقبة الطفل بهالمرحلة، إما هالفتحة ستسير نحو الإنغلاق العفوي أو أنها ستحتاج إلى تداخل ما. طيب دكتور، في عالم يمكن ما رح تعرف أنه عنده فتحة بالقلب أو ابنه عم بيعاني من هذا الموضوع، لأنه بيكون صحته طبيعية ما عنده أي مشاكل، فجأة بتصير تبلش تطلع الأعراض وبيصيروا بيحتاروا شو هو التشخيص المناسب أو ليش الولد عم بيصيبه هاي الأعراض اللي عم تطلع عليه. فشو هي الأعراض الرئيسية اللي بتعمل إنذار عند الأهل أنه هلأ لازم ناخد ابننا على الدكتور فورا ونعرف شو القصة لحتى ما تتفاقم المشكلة ولحتى نقدر نعالج القصة قبل ما تتطور الحالة كتير؟ هلأ بالبداية يعني لم يعد مقبول أنه أي طفل يلد إلا عند ولادته أنه يفحصه طبيب أطفال ليتوجه أنه في مشكلة أو لا. وبشكل عام يجب الطفل دائما يكون براجع على طبيب الأطفال. لما طبيب الأطفال بيكتشف بالسماعة وجود عيب ما بيحوله لإجراء إيكو قلب أيضا. لكن شو الأعراض اللي ممكن الأهل ينتبهوا لها في حال حتى لو أنه أخطأ الطبيب وما قدر يشخصها؟ هلأ دائما هدول معظم الأطفال بيعانوا من
من نقص نمو. فهو نقص النمو غير المفسر ممكن يفسر انه يفسر بوجود آفة خلقية قلبية. بيعانوا من موضوع الانتانات التنفسية المتكررة هدول الأطفال، دائما عنده انتانات تنفسية متكررة أكثر من الطفل الطبيعي. يعني الطفل الطبيعي مفروض بالشتاء أكثر من مرة واحدة ما يصيبه التهاب قصبات، وقد يمر الشتاء وما يصيبه شيء. أيضا نفس الشيء إذا كان الولد بيمرض كثير. موضوع ضيق التنفس وسرعة التنفس، إذا الولد عنده سرعة بالتنفس غير مبررة، إذا في واضح تسرع بالقلب غير مبرر، إذا كان عنده ضعف بالرضاع، يعني الطفل لا يستطيع أن يرضع. دائما من علامات ضعف الطفل خاصة بأيامه الأولى عدم قدرته على الرضاع، لأنه بتكون الرضاع عملية، خاصة رضاع الوالدي من الأم عملية مجهدة. فأيضا إذا لاحظت الأم أو الأب أنه هذا الطفل ما بيرضع بشكل جيد، فهذا يجب أن يوجهون. هلأ في نوع آخر من الآفات القلبية، هي الآفات المزرقة. في منها مزرقة وفي منها غير مزرقة. المزرقة يعني تعطي زرقة بالشفاة ورؤوس الأصابع والأظافر. فكمان إذا الأهل انتبهوا أنه هذا الطفل لديه زرقة غير مفسرة، وخاصة إذا كانت الزرقة مستمرة، ممكن عند الولادة ما يكون في زرقة، بعدين تتطور بالتدريج. صح. فأيضا الزرقة توجه الأهل نحو وجود مشكلة خلقية قلبية. تمام. ختاما دكتور، طبعا وفي موضوع أيضا آخر، أي طفل لديه تشوهات أخرى، يعني حتى لو نقص سمع، لو لديه مشاكل بالكليتين، ممكن أن تكون التشوهات مرتبطة ببعض البعض. وإذا في لديه تنازر خلقي معين مثل تنازر داون أو تنازر مارفان، فأيضا يجب أن ينتبه الأهل وإجراء إيكو قلب للتأكد من عدم وجود تشوه قلبي مرافق. تمام. ختاما كنت عم أقول بدنا نعطي الحل أو نوجه الأهالي شو ممكن يكون الحل. في حل دوائي ذكرناه من شوي، التداخل الجراحي كيف بيكون؟ هلا التداخل الجراحي، طبعا الجراحة لا تجرى إلا لما بيكون في ضرورة لإجراءها في استطباب. يعني إذا في فتحة بين أذينتين أو فتحة بين بطينين، لازم يكون هالفتحة عم تسبب توسع بأجواف القلب أو عم تسبب ارتفاع بالضغط الرئوي، عم تسبب ارتفاع بالضغط الرئوي، بحيث هذا يأثر على حياة الطفل مستقبلا. لكن إذا كانت فتحة صغيرة أو إذا كانت الفتحة موقعها ممكن يأهب لحدوث قصور بالصمام الأبهري أو أحد الصمامات، لكن إذا كانت هالفتحة هي فتحة محدودة الجريان صغيرة الحجم، هون تترك للعلاج الدوائي والمراقبة. فهو وضع استطباب الجراحة بيكون بناء على أنه إحداثها تغيرات بالعضلة القلبية وبالضغط الرئوي، وأنه ممكن تأهب لمشاكل أخرى مستقبلية. الجراحة التنظيرية دكتور؟ لا، هو القلب جراحة قلبية، لا جراحة مفتوحة، لكن قلب مفتوح لكن ممكن كثير من الفتحات والتشوهات القلبية علاجها عن طريق القسطرة. يعني بعض أنواع الفتحات ممكن إغلاقها بالقسطرة، سدادات معدنية يعني من مصنوعة من معادن معينة توضع بمكان الفتحة بتؤدي لانسدادها، طبعا لإغلاقها. هي طبعا مو لكل الفتحات، بس لأنواع معينة من الفتحات إذا إلى شروط معينة، إذا إلى أحجام معينة، مواقع معينة، ممكن إغلاقها عن طريق القسطرة دون اللجوء إلى الجراحة نهائية. يعني دكتور معلومات كتير مهمة، بنتمنى الصحة والسلامة لكل يلي عم بيتابعونا. شكرا كتير لوجودك ولكل القصص اللي ضويت عليها، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. شكرا كتير. شكرا كتير لك دكتور.